وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أربع أيام محبوسين في بيوتنا بسبب هذه العاصفة الثلجية. من 40 سنة يقول لك ما جت على أمريكا مثل هذه العاصفة. أمريكا تتجمد، أمريكا تتجمد، وظواهر غير مسبوقة ترى للمرة الأولى. قبل شهور قليلة قال الرئيس الأمريكي بايدن أن أمريكا لا شيء يفوق قدرتها على تحقيق أي شيء. And then remind the American people, especially our children, that there's nothing beyond our capacity. Nothing beyond our capacity. الأمر لم يدم سوى فترة قليلة حتى جاء جواب من الله سبحانه وتعالى كي يذكرهم بأن هذه القوة التي يتبجح بها الأمريكيون قد يقضي عليها جند واحد من أضعف جنود الله سبحانه وتعالى. فأمريكا الآن تعاني من أسوأ موجة برد في التاريخ الحديث على الإطلاق. 200 مليون أمريكي يلاحقهم شبح إعصار القنبلة. يلاحقهم في بيوتهم وفي عملهم وفي مطاعمهم وشوارعهم وكل مكان. إذن أحبتي في الله، أنا كمؤمن أي بلاء أتعرض له يجب أن أنظر إليه كما علمني القرآن. الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ قبل أن أقرأ الآية الكريمة أحبتي في الله، هل هذا نوع من العذاب أم لا؟ أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. Ooh, that kind of hurts. أربع أيام محبوسين في بيوتنا بسبب هذه العاصفة الثلجية. من 40 سنة يقول لك ما جت على أمريكا مثل هذه العاصفة. أكثر من 5400 رحلة جوية ألغيت، حتى الطرق السريعة لأنها مغلقة بسبب كثافة الثلج. الرؤية محجوبة تماما، درجة الحرارة توصل إلى 50 تحت الصفر. اتأثرت فيها مو بس نيويورك، نيوجيرسي، أوهايو، بنسلفينيا، أركانسس، حتى كولورادو. عاصفة قوية وأثرت على الملايين من سكان أمريكا. أمريكا تتجمد وظواهر غير مسبوقة ترى للمرة الأولى. قبل شهور قليلة قال الرئيس الأمريكي بايدن أن أمريكا لا شيء يفوق قدرتها على تحقيق أي شيء. المرقاب الفضائي جيمس ويب بمثابة تجسيد للريادة الأمريكية، وهذه الصور ستذكر العالم بأن أمريكا قادرة على إتيان العظائم وأن لا شيء يعجزها. نحن إمكانياتنا لا حدود لها وقادر على كل شيء. أنتوا إعصار بسيط الله يبعث لكم يدمر لكم ولايات وما تقدرون تصدونها، وجاي حضرتك تتحدى الله وتقول أن أمريكا لا يعجزها شيء؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. إنها عاصفة القرن، هكذا وصف عدد من المسؤولين الأمريكيين العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة.
من البحيرات الكبرى شمالا قرب كندا إلى ريو غراندي على الحدود مع المكسيك جنوبا، شلت العاصفة الحركة تقريبا. لم تتمكن فرق الإسعاف من تلبية نداءات استغاثة كثيرة لأن الثلوج احتلت أغلب الطرق. العشرات توفوا بسبب هذه العاصفة، إما في بيوتهم أو في سياراتهم التي غمرتها الثلوج، أو أثناء محاولاتهم إزاحة الثلوج من أمام بيوتهم. سجلت وفيات في 12 ولاية، منها نيويورك وكولورادو وميشيغان وميسوري ونبراسا وأوكلاهوما. وبينما انخفضت درجات الحرارة إلى أرقام قياسية، انقطع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من البيوت الأمريكية. فيوم السبت الماضي في أوج العاصفة بلغ عدد البيوت التي انقطع عنها التيار نحو 1,700,000 بيت. ارتفع عدد ضحايا العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة إلى 48 قتيلا، وذلك بعد إعلان سلطات ولاية نيويورك ارتفاع عدد الضحايا في مدينة بوفالو بالولاية إلى 25. وكشف موقع فلايت أوير أنه تم إلغاء نحو 3,000 رحلة اليوم وتأجيل أكثر من 7,000 رحلة بسبب العاصفة الثلجية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، العاصفة الثلجية المدمرة التي تضرب أمريكا هذه الأيام، هل هي عقوبة من الله تبارك وتعالى أم هي مجرد ظاهرة طبيعية؟ أحبتي في الله، في البداية ينبغي علينا كمؤمنين أن ننظر إلى هذا الكون أن كل شيء فيه يتم بأمر الله. لا تتحرك ذرة في هذا الكون إلا بأمر من الله تبارك وتعالى. كل ذرة من ذرات الثلج هذه نزلت بأمر الله، والله سبحانه وتعالى يقدر كل شيء في هذا الكون أيها الأحبة. لذلك نحن الآن بكل بساطة يمكن أن نقول ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكل شيء يحدث بأمر الله. ماذا نستنبط من هذه القاعدة؟ نستطيع أن نقول إن أي حدث نمر به، سواء حتى على مستوى الأشياء الشخصية مثل المرض الذي نبتلى به، أو الظلم الذي نتعرض له، أو قلة المال أو الفقر الذي قد نتعرض له، كله بأمر من الله تبارك وتعالى. إذا لم نفكر بهذه الطريقة، إذا نحن ننكر قدرة الله في كونه، وننكر هذه الآية الكريمة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء مفصل ومقدر ومكتوب عند الله من قبل أن يخلق هذا الكون. إذن أحبتي في الله، أنا كمؤمن أي بلاء أتعرض له يجب أن أنظر إليه كما علمني القرآن. الله تبارك وتعالى ماذا يقول قبل أن أقرأ الآية الكريمة؟ أحبتي في الله، هل هذا نوع من العذاب أم لا؟ عندما تتسبب هذه العاصفة في مقتل العشرات وربما المئات، وعندما تنقطع الكهرباء عن ملايين البيوت، وعندما يتعرض الكثير من الناس للصقيع والبرد وربما الجوع، وتتقطع بهم السبل، هل هذا عذاب أم رفاهية؟ إنه عذاب. طيب الله ماذا يقول؟ قال سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. طيب لماذا يا رب؟ دقق معي أخي الحبيب، لكي لا يأتي ملحد ويضحك عليك ويقول انظروا إله المسلمين يحب أن يعذب خلقه أو مخلوقاته. لا، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر
لعلهم يرجعون. إذن هذا العذاب هو نوع من التأديب للبشر بعد أن طغوا وتمادوا. يعني مدينة نيويورك التي يعني أجزاء منها تضرب بهذه العاصفة الثلجية التي تنخفض فيها درجة الحرارة لخمسين درجة تحت الصفر. هذه المدينة ذات يوم نحن تحدثنا وقلنا في هذه المدينة يتم قتل الأجنة بشكل عنيف جدا، أجنة صغيرة لا ذنب لها، مئات العمليات من الإجهاض من الأطفال الصغار بعمر أشهر قليلة يتم قتلهم بلا رحمة. وقلنا وقتها هذه الأجنة التي يتم وأدها ما ذنبها؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ الربا والخمر والشذوذ الجنسي أيها الأحبة، كل هذه أمور لا أريد أن أقول إنها تغضب الخالق فقط، لا، هي أصلا تضرك أيها الإنسان. 110 مليون إنسان في أمريكا مصابون الآن بأمراض منقولة جنسية، نتيجة ماذا؟ نتيجة الانتشار الرهيب لزنا المحارم وللاغتصاب وللخيانة الزوجية وللشذوذ الجنسي. كل هذا أيها الأحبة أصابهم ثلث الشعب مصاب بأمراض منقولة جنسيا، وهذه الإحصائيات أردد وأقول منقولة عن مواقع محترمة ومواقع علمية لديهم، مثل موقع يسمى مراكز السيطرة على الأمراض ومثل وزارة العدل الأمريكية ومثل موقع بيو ريسيرش. هذه مواقع علمية بحتة تصدر لنا إحصائيات مرعبة والله أيها الأحبة. طيب، عندما يصيبهم هذا النوع من العذاب، وهذا يمكن أن يصيبنا ويصيب بلاد مسلمين، يعني ليس ببعيد عنا، ولكن ينبغي علي أنا كمسلم أن آخذ العبرة، أن أقول هذه هي نوع من العقوبة الصغيرة هدفها أن تعود إلى الله. إذن الله يحبك. يعني أخي الحبيب انظر معي، أنت عندما تؤدب ابنك الصغير الذي تحبه وتدلله وتخاف عليه، عندما ينحرف قليلا تحاول أن تؤدبه، أن تعاقبه عقوبة خفيفة لتحميه من الشر الكبير الذي ينتظره بنتيجة هذا الانحراف. فهذا دليل محبة له وليس دليل كره أو حقد عليه، بالعكس. الله عز وجل عندما يعذب بعض مخلوقاته بمثل هذه الكوارث، بمثل هذه العواصف الثلجية، بالزلازل، بالفيضانات، بأمطار غزيرة تسبب أيضا فيضانات هائلة جدا، كل هذا أحبتي في الله هدفه أن تعود أيها الإنسان إلى الله. لذلك السبب العلمي الكامن وراء هذا الاضطراب في المناخ أيضا هو ما يسمى بالاحتباس الحراري والتلوث الهائل، يعني نسبة غاز الكربون وأكاسيد الرصاص والكبريت الموجودة في الجو زادت كثيرا عن حدها بسبب الحروب والتلوث البيئي وبسبب المشاريع العملاقة التي يقوم بها الإنسان ومعظمها لا فائدة منها. كل هذا ساهم في زيادة غاز الكربون في الجو وزيادة التلوث بشكل خطير لم يسبق له مثيل. وبالتالي بدأت يعني حالة الطقس تضطرب وبدأنا نرى فيضانات أو نرى أمطار غزيرة في أماكن جافة مثل الربع الخالي، ونرى أماكن
يعني لم تعهد أن يضربها مثل هذه العواصف. نرى فيها عواصف ثلجية ونرى مناطق يحدث فيها جفاف، وهكذا هذه الاضطرابات سببها أنت أيها الإنسان الذي لوثت البيئة وساهمت في إفساد هذه البيئة. الله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن أنت المسؤول أيها الإنسان، يداك هي المسؤولة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طيب لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا نتيجة الفساد والظلم والحروب التي تنتشر في كل مكان بلا مبرر، وقتل الناس ظلما وعدوانا. لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن الهدف أن تعود إلى الله أيها الإنسان. لذلك أحبتي في الله، دائما نجد أن القرآن يدعوك أن تعود إلى الله ليدخلك الجنة. يعني ما هو المطلوب؟ عندما يمنعك الله أن تظلم الآخرين، أليس هذا لمصلحة المجتمع؟ عندما يأمرك أن ترحم الآخرين، أليس هذا لمصلحتك ومصلحة من حولك؟ لذلك عندما يبتعد الإنسان كثيرا عن طريق الله المستقيم لابد أن تصيبه بعض أنواع العذاب. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. سبحان الله، تجد أن العذاب يصيب الملحد ثم يزداد إلحادا وكفرا وإنكارا للخالق. طب لماذا لا يعود إلى الله؟ الله يعدك بجنات تجري من تحتها الأنهار. لماذا لا ترجع أيها الإنسان إلى الذي خلقك والذي رزقك والذي أعطاك كل هذه النعم؟ هو لا يريد منك شيء، يريدك أن تعترف به فقط. على الرغم من ذلك نجد من ينكر ويجحد منذ زمن النبي وحتى يومنا هذا. لذلك عندما اتهم الملحدون نبينا عليه الصلاة والسلام بالتزوير وافتروا عليه زورا، قالوا له وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. ماذا رد عليهم الله؟ قال: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. لذلك أيها الأحبة، هذا الإله هو غفور لك أيها الملحد على الرغم من إلحادك، رحيم بك على الرغم من كفرك وجحودك وظلمك لنفسك أولا وظلمك لمن حولك. لذلك أحبتي في الله، أنا أود أن أغتنم أي مناسبة أو أي فرصة لأهداف محددة. أولا أن نتذكر الله عز وجل، ثانيا أن نلتجئ إلى الله عز وجل، وأن نستعيذ بالله من شر عذاب الله أن يصيبنا مثل ما أصابهم، أن نعود إلى الله عز وجل ونتذكر أن لقاء الله قريب، لأن هذه الكوارث هي أيضا من علامات الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام أنبأ في أحاديث صحيحة كثيرة جدا عن كثرة الزلازل، وأننا سنرى أمورا عظاما لم نكن نتوقعها أو نحدث أنفسنا بها، سنرى كوارث. كل هذا في أحاديث أكدها النبي وربطها باقتراب الساعة. إذا نحن أيها الأحبة في اللحظات الأخيرة لعمر هذا الكون، وسوف تقوم الساعة بعد ذلك، وهذه الكوارث التي نراها من حولنا هي دليل على صدق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يدعونا ذلك أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، أن نهيئ أنفسنا للقاء الملك سبحانه وتعالى، وأن ندعو الله عز وجل
أن يبعد عنا مثل هذه الشرور وأن يمتعنا بحياة آمنة مطمئنة. كذلك نسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة عن العالم. نحن لا نحب الأذى لأحد ولا نتمنى الشر لأحد، بل حتى الملحد نحب له الخير، نحب أن ننقذه من نار جهنم التي هو يذهب باتجاهها، نحب أن ننقذه وندله على الطريق الصحيح، ونفرح عندما يهتدي أحد الملحدين وينقذ نفسه من النار، من نار جهنم والعياذ بالله، نفرح لأنه عاد لطريق الله سبحانه وتعالى الذي قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا السلامة وأن يبعد عنا وعنكم جميعا كل هذه الكوارث، وأن يمتعنا بحياة آمنة حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.